يبدو أن الآن استبعدنا العديد من الفرضيات، والآن نحن نتجه تدريجيا نحو الفرضية الرئيسية التي تتجه لتصبح أمرا مثبتا. والبداية من التفخيخ، كان الجهاز الذي فخخ اليوم وتم تفجير حوالي 1000 حالة سجلت إلى حد الآن في لبنان من جهاز من صنع شركة إيكوم، وهي شركة يابانية مصنعة لهذا الجهاز، وتختلف كليا عن الشركة الأولى، شركة التي كانت تصنع أو من المفترض أنها شركة تايوانية. لكن في نهاية المطاف يبدو أن فرضية تفخيخ الجهاز في المصنع الآن بدأت تتلاشى، إضافة إلى أن نظرية تفجير البطارية عبر هجوم إلكتروني أيضا بدأت تتلاشى، فيبدو أن بطارية الليثيوم لا يمكنها إلحاق هذا القدر من الضرر، إضافة إلى أنها تتسبب بحرائق قبل الانفجار. لكن بالتركيز على هجوم اليوم، اليوم تم تفجير هواتف من نوع ACV82، وهي هذه المرة أجهزة مخصصة للاتصال عكس أجهزة البارحة المخصصة للنداء، ولكن هذه الأجهزة مخصصة للاستقلال، استقبال الاتصالات وإرسال الاتصالات، وهي أسهل للاختراق مقارنة بأجهزة البارحة، لأن الأجهزة الأخرى فقط تستقبل ولا ترسل أي إشارات. وبالتالي الأجهزة اليوم أيضا تم الحصول عليها حسب المعلومات من خلال نفس المورد وقبل 5 أشهر، وتم توزيعها على عناصر من حزب الله. لكن بالنظر أو بإلقاء نظرة على الموقع الرسمي لشركة إيكوم اليابانية، أكدت بأن منتوجاتها تصنع في اليابان وفقط في اليابان، ولا تعطي أي ترخيص لأي شركات أخرى في الخارج. وبالتالي من الصعب جدا الآن ترجيح فكرة تفخيخ الأجهزة في المصنع. لكن الآن توجه الكثير من أصابع الاتهام إلى شركة وسيطة، الشركة الوسيطة التي كانت حلقة وصل بين الشركة المصنعة وأيضا عناصر حزب الله، سواء مرت هذه الشحنة عبر إيران أم لا. لكن في نهاية المطاف هي الآن الأبحاث الآن لا تزال جارية في المجر حول هذه الشركة، شركة مقرها في هذا المبنى في الطابق الثاني، ليس لها أي مصنع حسب السلطات المجرية، وفقط هي شركة وسيطة.